مرحبا بكم من جديد سادة المشاهدين، ورحب بكل الذين انضموا لمتابعة مشوارنا الصباحي عبر صباح الشروق. لما نسمع بأنه في علاقات بين الوطن العزيز السودان وعلاقات بمختلف الدول الأخرى، سواء كانت أفريقية آسيوية أوروبية، بننبسط جدا لما تكون في علاقات مشتركة بين البلدين، ومن أجل التبادل المنفعة بين الدول. ونحن نقول السودان غني بشعبه بناسه بموروثاته بالخيرات الموجودة فيه. الحاجة دي بتتوفر إذا الدولة اهتمت بالإنسان وطورت من الإنسان، الإنسان بعد ذلك كفيل بأنه يحدث التغييرات المختلفة في مختلف النواحي. نحن دائما حمزة بنسعد لما يكون في علاقات ممتدة بين دولة والدولة الأخرى، يعني الآن من الخرطوم إلى برشلونة إلى أو إلى برشلونة مدريد. نعم إسبانيا. طيب جميل، إضافة لنقطة محمد يعني نعم افتتحته للمقدمة، طبعا عانى السودان لسنوات طويلة جدا من الحصار الاقتصادي. عام 2017 تم الرفع الجزئي، لكن تظل قائمة السودان ضمن قائمة الإرهاب، هي النقطة الكبيرة جدا السوداء في تاريخ السودان. بعد يرفع اسم السودان بالتأكيد حتكون في استثمارات في شراكات حتى تفتح منافذ أخرى تجارية وتبادل ما بين دول العالم. شوية كده الحكومة الانتقالية عززت علاقات الخارجية، وخاصة مؤتمر أصدقاء السودان، الشراكة حتى مع الاتحاد الأوروبي ودعمهم للسودان وترحيبهم بكل مبادرات السودان في حكومتنا الانتقالية الجديدة. حنتكلم أكثر عن دور رجال الأعمال السودانيين في برشلونة أو في إسبانيا عموما، وعن دور رجال الأعمال برضو هنا في السودان لتنمية هذا الوطن السودان والشراكة الاقتصادية اللي بتكون بين البلدين. سعداء يكون معنا الباشمهندس عماد الدين مدثر، مدير المجموعة الإسبانية بمدريد والمتخصص أيضا في العلاقات السودانية الأوروبية. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بكم. أول حاجة بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء وفي وطني العزيز، ونحن عايزين نقدم كل الخبرات بتاعتنا يعني في أوروبا منذ عام 87 ولهذا الوطن العزيز، وجاهزين للتبادل التجاري بين السودان ودولة أسبانيا. نعم، يمكن باشمهندس التبادل التجاري بين السودان وأسبانيا كان منذ العام 87، دارين نجيف مع تعدد مجالات التبادل والتعاون والتمثيل التجاري بين البلدين. نعم، الحقيقة بدأ التبادل التجاري عام 87 في صادر الجلود إلى أسبانيا وفي مجالات المواد البناء الأسبانية برضو منذ أكثر من 30 عام، ودخلت مواد البناء الأسبانية إلى السودان، ومجال الأجهزة الطبية أيضا لأنه عندنا مجال برضو للأجهزة الطبية. فهذه المجالات اللي بدأنا بها العمل مع السودان، والآن نحن بصدد تطوير هذه العلاقات التجارية وعمل ملتقى لرجال الأعمال السودانيين بمدريد، وتمت اللقاءات بمسؤولين أسبان بمدريد وشجعونا على هذا المبدأ، وكل الجهات الرسمية على علم بأسبانيا، الجهات المسؤولة يعني بهذا الملتقى. طيب من 87 وانت بديتوا في الصناعات التحويلية عموما، تصدير الجلود طبعا والتبادل ده ما بين اسبانيا وما بين السودان، المنجز شنو في الفتره دي بالتحديد غير الجلود؟ هل كان في معوق اساسي خلاكم تقيفوا ومن ثم الان تفكروا انكم تستمروا مجددا في تبادل العلاقات؟ طبعا هو كان الحصار الاقتصادي المفروض من الولايات المتحده، هو وقف الاعتمادات المصرفيه والصادر بتاع السودان، عشان كده وقفت الاعمال، والان على امل انه يعني الناس تبتدي ثاني في التصدير والعمل المشترك والشراكات بين اسبانيا والشركات السودانيه ان شاء الله. نعم، بنسمع انه انت قلت في بدايه اللقاء انه في ملتقى كبير جدا لرجال الاعمال حيكون في اسبانيا. نعم. وان شاء الله الملتقى ده يكون ملتقى جميل جدا، ومن خلاله تقدروا تحققوا المطالب ويزدهر بها الوطنين. يعني بدنا نشوف اجنده اللقاء، شنو المخرجات بتاعت هذا الملتقى؟ والله نحن عايزين نشتغل في الملتقى في مجالات حيويه يحتاج لها السودان. اولا الطاقه الشمسيه. الطاقة الشمسية بأنواعها، والري المحوري والري المحوري بالطاقة الشمسية، والمجال الطبي والتبادل الطبي بين الدولتين، وإقامة المستشفيات بنظام تسليم مفتاح، تسمين الماشية وتطويرها والدواجن، والاستفادة من الخبرة الأسبانية في مجال الزراعة بشكل عام. ودي المجالات الحيوية المفروض السودان الآن محتاج لها يعني.
طيب باش مهندس، معروف انه في كل دول العالم السودان متواجدين بكثره في مجالات مختلفه، ودي العالم استفاد منهم اكثر من السودان للاسف، خاصه يعني كان في ضيق وتخنيق، يعني ضيق الخناق يعني هنا في السودان لمعظم وظائفهم، لانه العائد برضه بيكون تعبان، وبالتالي عايزين يوفروا حياه كريمه لهم لابنائهم. لو تكلمنا عن رجال الاعمال في مدريد، التواصل معهم كيف حتى انه يقيموا كل هذه المشروعات بالشراكه ما بين السودان وبرشلونه؟ والله طبعا ما في رجال اعمال نقول كثيرين في مدريد، يمكن يعني يكون في شخصين، لكن يعني انا شخصيا انا كنت دائما متفرغ للعمل التجاري العالمي وحضور المعارض الدوليه، وافتكر يعني نحن جاهزين بالخبره الطويله في هذا المجال نقدم لهذا الوطن العزيز كل خبرتنا وعلاقاتنا التجاريه في دوله اسبانيا. طيب في ذات النقطه بتشبكوا كيف مع رجال الاعمال في برشلونه، خاصه في دعم المشاريع والاستثمار هنا في السودان؟ في مدريد اكثر. في مدريد. مدريد العاصمه. والله طبعا بيتم هذه عن طريق الشراكات واللقاءات، يعني رجال الاعمال المشتركه اللي هي اقامه ملتقيات لرجال الاعمال، فهي دي بتنشط في 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 الشراكات بين الدولتين. طيب يا باشمهندس، انتوا تواصلتوا مع رجال الاعمال الموجودون هناك في مدريد؟ والله انا التقيت بحاجه بجهه اسمها البيت العربي. هذا البيت العربي هي مراه لوزاره الخارجيه الاسبانيه، والتقيت بالسيد مستر بيدرو، ودي البيت العربي هو يمثل العلاقات بين اسبانيا والعالم العربي كله في مجال التجاره والمجال الثقافي. يعني هنالك في مجمع او ناس، يعني كل الرجال الاعمال بيتجمعوا في منطقه معينه من خلالها بتمشوا تلتقوا بهم على حد قولك، صحيح؟ لا، الحقيقه البيت العربي هو يمثل اسبانيا والخارجيه الاسبانيه في مجال التبادل التجاري بين اسبانيا والعالم العربي، وانا التقيت بالمسؤول الاول فيها، وانا اللي اقترحت عليه يكون في تبادل تجاري وملتقى لرجال الاعمال السودانيين بمدريد. طيب باشمهندس، السودان يعني خلاف قائمه الارهاب والحظر الاقتصادي اللي فك في العام 17 و2000، يعني لو تكلمنا عن الانفتاح الان، انفتاح الحكومه الانتقاليه بالنسبه للعالم الخارجي، كان في زيارات مختلفه في جولات دوله رئيس مجلس الوزراء في اوروبا والتقاء ايضا في الاتحاد الاوروبي او كذا، هل دي بوادر امل لشراكات مختلفه، خاصه انه بعد نسمع في شراكات جديده معناتها في استثمارات حتضخ في السودان؟ نتكلم عن دور الحكومه الان في جلب الاستثمارات وربط العلاقات بصوره اوسع يعني. والله طبعا هي الحقيقه دي فرصه طيبه، يعني في انه الاستثمارات الاوروبيه والخبرات الاوروبيه كبيره ونحن في حوجه لها، ونحن خاصه دوله غنيه بالموارد. أنا أؤكد أن السودان ما في دولة في العالم في مجال المواد الأولية للتصنيع، وفي مجال يعني كل المنتجات محتاج لها في تطوير هذا البلد. فأفتكر الحكومة الآن الكرة في ملعبها عشان تشجع هؤلاء المستثمرين ويطمئنوا أنه هذه الاستثمارات يعني في النهايه هم حياخذوا حقوقهم كامله. المطلوب شنو يعني؟ زمان بنشوف المستثمر الخارجي لما يجي بيجي لافراد معينين، وحتى العائد ما بيعود بالصوره المطلوبه لخزينه الدوله، انما بيعود لافراد. الان المطلوب من الحكومه شنو في خطوات حتى انه تعزز هذه العلاقات والاستثمارات بتكون في السودان يعني؟ والله طبعا اولا لازم اولا الدوله تستفيد من هذه الاستثمارات، اولا الدوله اللي هو نقصد الشعب السوداني. بالضبط. فدي اهم شيء. بجانب كده اي مستثمر بيحتاج لانه يعني يحس انه هذا المال اللي ينفقه في امان، وانه ممكن يعني يطلع جزء منه كارباح. ايوه، تدور الاطمئنان انه هو في بلد مستقر اقتصاديا وانه استثماراته في امان. دي اهم شيء، تشجيع المستثمر. نعم، لا بد من ذلك. طيب باشمهندس، تفتكر انه بحكم علاقتك وتواصلك مع الدول المختلفه، انه الحياه اللي بيحتاج لها الشعب الاسباني من الخرطوم او من السودان عموما، بانه خاصه انه السودان غني بالموروثات، بالاراضي الخصبه، بالزراعه، بغيره من الاشياء، تفتكر انه شنو بالتحديد على اساس انه انت تنقل لهم الصوره دي ومن خلالها يقدروا يستثمروا في الحاجه اللي هم تنتج لهم افضل؟ والله انا بفتكر انه السودان بيحتاج في الخبرات في المجال الزراعي بشكل عام. نعم. وبتطوير الطاقات بتاعته والبحث عن طاقات بديله
للطاقة الشمسية، وحتى الزراعة يعني ممكن تطور الزراعة بالطاقة الشمسية في مجال الري المحوري، وجلب الشراكات الأسبانية، لأن الأسبان عندهم خبرة كبيرة في المشاريع الزراعية والآلات الزراعية من أسبانيا، ويكون في عمل مشترك في مجال يعني الزراعة وتطويرها والطاقات البديلة. أنا بفتكر نحن في حاجة والبنية التحتية بشكل عام. طيب جميل، لو تكلمنا عن السودان قلب إفريقيا النابض، هو الاتجاه العبور لدولة القارة الإفريقية عموما. وده شفناه في الزيارات الأخيرة لعدد من المسؤولين في الخارج يعني من دول العالم. شفنا التسارع لإقامة علاقات مع السودان. لو تكلمنا عن اتجاه الدول الخارجية معظمها للتعاون هنا في السودان لمصالحه الكثير جدا وأراضيه الخصبة، نتكلم عن تشريع القوانين وعدم يعني مرات بتكون شويه كده قاسي بالنسبه للمستثمر، ما بتوفر له الفرص المناسبه. صحيح. فدور الان الجهات المسؤوله من تشريع القوانين والحكومة الحالية في تبسيط الامور يعني للمستثمرين الاجانب. نعم طبعا زي ما انا ذكرت لك انفا انه لازم تكون في قوانين واضحه لاطمئنان المستثمر وحفظ حقوقه، دي اهم شيء. عشان انا اجي استثمر بملايين الدولارات لازم احس انه في ضمانات لاستخراج ارباحي زي ما انا ذكرت لك انفا يعني. تشجيع المستثمر اهم حاجه، وافتكر اذا المستثمر حس بالامان فممكن الناس تشتغل في استثمارات في المجالات الحيويه كلها ان شاء الله. طيب. وهو طبعا النقطه اللي ذكرتها هذه مهمه جدا، انه المستثمر انا كمستثمر حسيت بالامان وبالراحه من المال اللي انا بنفقه، اكيد انا حاستثمر بصوره كبيره. صحيح. بمشاريع كبيره جدا لحمزه مختلفه، العائد الاول بيكون لي انا كمستثمر، والحياه الثانيه بالنسبه لشعب الوطن اللي انا مستثمر فيه. دي حاجه مهمه جدا، دي رساله احنا بنرسلها لكل المسؤولين بالدوله انه يعوا هذا الامر جيدا، ويعني يسهلوا الامر للمستثمرين عشان تكون في براح واسع للمستثمرين، كل المستثمرين من مختلف دول العالم. باشمهندس عماد الدين مدثر، نحن شاكرين ومقدرين. في الختام ممكن ترسل لنا رساله لكل المستثمرين والحياه اللي ممكن يقدروا يقدموها في الاستثمار في السودان. طيب الحقيقه انا بدعو كل المستثمرين اخواننا في اسبانيا وفي السودان، اول حاجه يهتموا جدا بهذا الملتقى التجاري الكبير في مدريد. نعم. ويشاركوا فيه عشان نقدر يعني نستفيد خبرات في كل المجالات الحيويه ذكرناها انفا. والسودان في حوجه، وهذه في الفتره الانتقاليه دي. عشان نطور كل اعمالنا في كل المجالات المختلفه الحيويه لدوله السودان العزيز. الاهم في ده كله عمليه التدريب اللي بتكون مستمره، والتبادل برضه التبادل التدريب. احنا مقدرين جدا ان شاء الله نلتقيك في مساحات اوسع، ويكون في مستثمرين ويكون في مشاريع على أرض الواقع نتكلم عن مدى إسهامه برضو في تنمية السودان وفي التبادل التجاري ما بين السودان وإسبانيا. مقدرين باشمهندس عماد الدين مدثر مدير المجموعة الإسبانية بمدريد، وأيضا متخصص في العلاقات السودانية الأوروبية. كتر خيرك، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، هذه الفرصة الطيبة المباركة، ونتفائل بكل الخير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.